والتعليم عند الغضب قد يحتاج إليه، وإن كان في حقيقة الأمر يكون التأني مطلبا في تعليم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم كان يخطب وإذا برجل يأتي ويقول يا رسول الله، رجل جاء يسأل عن دينه لا يعرف ما دينه، فنزل عليه الصلاة والسلام وأتي بكرسي فجعل يعلمه حتى فرغ، ثم قام إلى المنبر فأكمل خطبته. ولما أتاه رجل كما جاء في الصحيح وقد أقيمت صلاة العشاء فجعل يعلمه عليه الصلاة والسلام حتى نائس القوم، فهذا يدل على التأني والرفق بالمتعلم. لكن في بعض الأحيان قد يكون الغضب والغلظة على المتعلم مناسب، وهذا من الحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر له أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ أن يطلب الشرك الذي ينافي التوحيد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران لما رأى حلقة من صفر في يده قال ما هذه؟ قال من الوهم، قال انزعها بهذا الأسلوب فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقد يكون الغضب في التعليم لشخص ما كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال، لأن مثل هذا السؤال لا ينبغي أن يجهله، وهنا يجوز الغضب والغلظة حتى يتفطن في مستقبل أمره. وذلك كأن يكون هناك طالب يحضر دروسا في موضوع معين وليس درسا واحدا وإنما هي دروس، ثم إذا به يسأل سؤالا لا يتناسب مع ما أخذه من هذه الدروس، فهذا يدل على أن عقله وأن ذهنه وأن فكره ليس موجودا حال حضوره لهذا الدرس. وقد تكون الغلظة والنفور لأن هذا السؤال ليس فيه تلك المصلحة، كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه فقال متى الساعة، فتركه عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة كأنه كره سؤاله، وقال بعضهم لم يسمع، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له ماذا قلت؟ فقال متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما إضاعتها؟ قال إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمثل هذا السائل سأل عن شيء لا فائدة من السؤال عنه، لأنه لا يتعلق بمصلحة تعود على المكلفين بمزيد فائدة. ولذا لما جاءه جبريل فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل، لم يقل إني لا أعلم كما أنك لا تعلم، وإنما قال ما المسؤول بأعلم من السائل، بمعنى أن كل مسؤول وسائل لا يعلم بها. قال وسأخبرك عن أماراتها، فأخبره عليه الصلاة والسلام عن أماراتها. ولذا لا ينقم أو لا يعتب على أحد العلماء إذا غضب في بعض الأحيان من سؤال يطرح، فإنه ما غضب إلا من أجل مصلحة يراها، وإلا الأصل في التعليم أن يكون بالفعل.